عيوني خلاص يا نص. حتى لما تطلع من برا منيح. ها؟ لا لا شنو فيه؟ مسكة مازال فيه؟ لا لا علاش؟ نحت طحت. لا لا عادي عادي فيه رزقة مازالت مهنة. ابراهيم غير انزل ديرها بالخل انت خليش نجيب واحد. وين متج يا بالله يا شيخ؟ بنغازي ان شاء الله للجردان. والجردان هذا شو بديروا لهم يعني؟ الجردان هذا بنجرى لهم جران. هيك يديروا الاولين هيك الصح. والله منور يا مهند. الله ينصرك ان شاء الله. مهند فريد خي اربعة بخ به الجردان. هذا بمخ به الجردان. خل ديرها على السيارة. يا شاب انت ما قلنا لك فكتنا منها البصارة القحبة. يا شاب وين ماشيين يا شاب وين؟ ان شاء الله يا صديقي متجهين لبنغازي ان شاء الله وبإذن الله بنحررها من الجردان اللي معذبينها مع الخونه
ان شاء الله ان شاء الله. وهذه شنو اللي يفيدك هذه؟ هذه بندقيه. بندقيه صيد؟ لا والله كلاشر، هذه بندقيه صيد جردان. باح. مع توا تقدر تقول توا متجهين نحو مشرق يعني لاصطاد الجردان. الحراره من الجردان. احنا الحمد لله عايشين في ليبيا بخير، ليبيا الحمد لله اكلين شاربين. يعني شنو ناقصنا ترى؟ بالله 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 وصيه. جيب لنا معك جرده ولا شي جرده ولا زول. لا لا ما تخممش بك، ما تخممش بك، نجيبها لك مشويه واتيه 100% للذبح. 100% كان شني عافس عليها وردمها بس. 100% وباذن الله منتصرين ان شاء الله ان شاء الله. نقدم تحيتي نقول له يا قايدنا زيد تحدى زيد، يا صقر الوحيد زيد تحدى زيد شموخ، معك بالدم معك بالروح. نقول له يا قايدنا روحنا بإذن الله، روحنا وعقولنا معاك منتصرين يا قايد. هذا أخوي في الجهاد بإذن الله ماشيين منتصرين مروحين إن شاء الله مع بعضنا. نقول لجميع الأمهات ما تقلقوش، يعني إحنا ماشيين لمنطقتنا، ماشيين لحوشنا الثاني، وهذا صديقي الثاني ماشي لتشيكي. تشيكي تقدم ماشي بنعملو صيف من صيف ومن جو ماشي، لكن من صيف وعلى الرصاص يا حاجر. مش من صيف ماشي بنصطادو يا من قدام نصطادو. قداش قنشة بالله؟ هلبة ولا هلبة والشبعة. أنا أعطيني بالضبط 150 قنشة ولا تم الموضوع. ولا ديك سادات 150.